بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معنا يونت 2 in the restaurant، يعني في المطعم. طبعا من كتاب النهارده ان شاء الله نتناولها من كتاب المعاصر، وان شاء الله نحل اسئلتهم، ولكن دايما كلنا البدايه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بالنسبه عندنا ليونت 1 زي ما احنا ليونت 2 بتتكلم عن ان ذا ريستورانت، يعني في المطعم. في عندنا جارسون اللي هو الويتر، وفي عندنا فاميلي عائله. they had a meal at the restaurant، يعني بيتناولوا وجبة في المطعم. What happened between them، اللي حصل ما بينهم، ده اللي هنتعرف عليه من خلال الفوكاب الكلمات. نبدأ بيها الأول. دايما طبعا الدرس الأول عندنا conversation time. conversation time يعني وقت المحادثة. طبعا نشوف نتعرف على المحادثة والكلمات اللي على المحادثة. ready ready يعني جاهز أو مستعد. ready 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 جاهز أو مستعد. ready. order 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 يعني يطلب أو يأمر. order order يطلب أو يأمر. rare 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 يعني غير تام النطق، يعني كده نقول عليه كده بال expressions بتاعنا، تعبيرنا العادي. ني حاجة نية يعني غير كاملة النطق، يبقى غير تام الطهي. ريد. ميديوم ميديوم يعني متوسط الطهي. ميديوم. ويل دان ويل دان يعني مطهو جيدا. ويل دان. مود مود يعني حالة مزاجية. مود مود يعني حالة مزاجية. تو دايز سبيشال. تو دايز سبيشال يعني طبق اليوم. تو دايز سبيشال. restaurant restaurant يعني مطعم. restaurant يعني مطعم. مرة تانية. ready ready يعني جاهز أو مستعد. ready. order order يعني يطلب أو يأمر. order. rare rare يعني غير تام الطهي. rare. medium medium يعني متوسط الطهي. medium. well done well done يعني مطهو جيدا. well done. mood mood يعني حالة مزاجية. mood. today's special. two days special يعني طبق اليوم. two days special. restaurant restaurant يعني مطعم. بقول لنا notes يعني ناخد بالنا. ready to بيجي مع الانفينيتيف مصدر الفعل. ready to بيجي مع الانفينيتيف مصدر الفعل. I am ready to order. I am ready to go. يعني أنا مستعد أذهب. I am ready to go. أو عندنا في المحادثة اللي عندنا I am ready to order. يعني مستعد إن أطلب. He ordered fish. Order يعني يطلب أو الطلب نفسه. He ordered fish يعني هو بطلب سمك. He ordered fish. I want my order well done. I want my order يعني أنا عايز الطلب بتاعي يبقى well done يعني كامل النطق. عارفين طبعا ان عندنا حرف السي اي اللي ده على بعضه او سي اي بينطقوا شه، زي اقول سبيشال 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 يعني خاص او مميز. سبيشال. بالنسبه لباقي الفوكاب اللي عندنا في ليسون 1 هاف هاف يعني يتناول. هاف يعني يتناول. ويترس ويترس يعني جرسونه. waitress waitress يعني جرسونة. waiter waiter يعني جرسون. waiter يعني جرسون. soup soup يعني شوربة. soup يعني شوربة. s o u b اللي هي الشوربة، شبيهة بكلمة برضو نفس النط. s o a p يعني صابون. دي عندنا soup شوربة، ودي طبعا صابون اللي هي soup. ستيك ستيك يعني لحم بقري مشوي او شريحة لحم بقري اللي بنسميه بوفتيك. ستيك. بيكد بوتيتوز بيكد بوتيتوز يعني بطاطس مخبوزة في الفرن. بطاطس مشوية. مرة تانية. بيكد بوتيتوز. maybe maybe يعني ربما. maybe. منيو منيو يعني قائمة طعام. منيو. سلط سلط يعني سلطة. سلط. delicious delicious يعني لذيذ. delicious يعني لذيذ. sounds good sounds good يعني يبدو جيدا.
Sounds good. Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. Spaghetti طبعا اللي هي المكرونة spaghetti and meatballs واللي هو قطع اللحم. مرة تانية. Have. Waitress. Waitress. Waiter. Waiter. Soup. Soup. Steak. Steak. Baked potato. Baked potato. Maybe. Maybe. Menu. Menu. Salad. Salad. Delicious. Delicious. Sounds good. Sounds good. Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. بعد كده بقول لنا notes. Have يعني معناه عنده أو يمتلك، ولكن لما أقول بتيجي مع الوجبات معناه يتناول، يبقى الفعل have أو has معناه عنده أو لديه أو يمتلك وبيدل على الملكية، ولكن لما بيجي مع الوجبات معناه يتناول. هنا بقول لنا I have a pen يعني أنا عندي قلم. I have spaghetti and meatballs يعني هنا بتناول مكرونة spaghetti and meatballs قطع اللحم. Look وsounds بيجي وراهم صفة، بالرغم ان هي افعال اساسية ليست verb to be ولكن بتطبع بصفة. It looks delicious. It sounds good. ما قلناش بقى ايه جبنا ظرف، لا ده انا جبت مين، ده انا جبت مكانها اللي هو الصفة. طبعا بقول لنا حرف الاتش هنا مش بتنطق، بقول هنا spaghetti. spaghetti يعني مكرونة spaghetti. الاتش silent، ناخد بالنا من النطق بتاع حرف spaghetti. بالنسبة لي conjunction of verbs يعني تصريفات الأفعال. order ordered، المضارع order، الباست منه ordered. order ordered. look looked. look looked دي أفعال منتظمة. think thought الأفعال غير المنتظمة عندنا. think thought. think thought. have had يعني عنده أو لديه أو يمتلك. تعال نشوف كده exercise عن الفوكاب. مولينا circle the odd word and replace it with a correct one، يعني هنقرأ ونعمل دائرة على الكلمة المختلفة ونستبدلها بكلمة أخرى. one four soup five. ها من يقول لي إيه الكلمة المختلفة؟ عندنا كلهم numbers أرقام ما عدا كلمة soup اللي هي الشوربة، يبقى نعمل circle على كلمة soup ونستبدلها بنمبر، زي مثلا أسهل رقم كلنا حافظين 6 يعني 6. S I S I X. number 2 think well done order big. think يعتقد، well done يعني كامل النضج، order يطلب، big يخبز، يبقى كلهم أفعال ما عدا مين؟ ما عدا well done، يبقى نيجي على well done ونعمل عليها سيركل ونستبدلها بإيه؟ ونستبدلها بفعل. كلنا حافظين مين أسهل فعل خالص يقابلنا؟ الفعل go. go يعني يذهب. G-O. menu delicious rare special. menu يعني قائمة، delicious يعني لذيذ، rare يعني ني غير كامل النطق، special يعني خاص أو مميز. كل دي صفات ما عدا مين؟ ما عدا menu يعني قائمة، يبقى نعمل circle على menu. طبعا كلهم adjectives. it's delicious, it's rare, it's special كلها صفات، لكن it's menu انا بصف حاجة اقول لها it's menu طبعا لا، يبقى نحط ايه؟ نحط صفة. ولنكتب مثلا كلنا حافظين good. it sounds good يبقى نكتب كلمة good. water spaghetti steak meatballs. water يعني ماء، spaghetti اللي هو spaghetti أو مكرونة سباكيتي، ستيك يعني لحم بقري، ميت بولز إيه كرات اللحم اللي هي بنسميها كفتة، يبقى هنعمل مين المختلف عندنا؟ ووتر ماء، لكن كل دي أنواع من اللحوم، نعمل عليها سيركل ونستبدلها بكلمة لحمة. لحمة يعني إيه؟ يعني ميت، حاجة بتتاكل مثلا ميت. The last one museum يعني متحف. have يعني عنده أو لدي. school مدرسة. restaurant يعني مطعم. مين اللي عندنا مختلف هنا؟ عندنا museum متحف، school مدرسة، restaurant مطعم، كلهم أماكن، لكن ده have يعني فعل. نعمل circle على have ونستبدلها بمكان، وطبعا كلنا حافظين الأماكن في unit 1 واخدينها. ولنكتب مثلا أسهل مكان كلنا حافظينه مين؟ ممكن أكتب bank. طبعا كلمة بنك بتستهج نفسها. بنك
بعد كده عندنا الكونفرسيشن بيقول لنا المحادثه ان ذا ريستورانت يعني في المطعم. الكاركترز الشخصيات اللي عندنا المحادثه وومن يعني في سيده وومن، وعندنا ويترس يعني جرسونه، ومان يعني رجل، وومن ومان رجل وسيده وويترس. الموضوع بيقول لنا today's conversation is in a restaurant يعني محادثه اليوم في مطعم. A man and a woman رجل وسيدة are hungry كانوا جعانين and ordering the waitress وطلبوا من الجرسونة to bring them some good food. To bring them يعني تحضر لهم some good food طعام جيد. تعال نشوف ضرب بينهم ايه كده. waitress يعني الجرسونة، الويترس الجرسونة. طبعا الجرسونة اول ما الناس دخل عندها الريستورانت المطعم هتقول لهم ايه؟ hello are you ready to order. Hello, are you ready to order? طبعا السيدة ردت I think so, I will have a steak. I think so, I will have a steak. مرة تانية waitress Hello, are you ready to order? أنا عايزاكوا تحفظوا المحادثة. طبعا حفظها بيسهل علينا حاجات كتيرة جدا، بيسهل علينا سؤال rearrange الترتيب، بيسهل علينا سؤال choice لاختياري برضو بكون حافظة الجملة بختار بسرعة rearrange choice، وبرضو بيسهل علينا اللي هو سؤال الديالوج او الكونفرزيشن، الكونفرزيشن اللي بتجيلنا في الامتحان. تعالوا مع بعض كده انا عايزاكم تحفظوها. Hello, are you ready to order? Hello, are you ready to order? I think so. I think so. I will have a stick. I think so. I will have a stick. مرة تانية Hello, are you ready to order? يعني اهلا وسهلا، هل انتم جاهزون ايه للطلب؟ طبعا الومن السيده فعلا قالت لها اي ثينك سو، اعتقد كذلك، احنا جايين لكم عشان ايه؟ نتناول وجبه. اي ثينك سو، اي ويل هاف ا ستيك، يعني انا هتناول لحم بقري. طبعا الويترس قالت لها ايه؟ وجهت لها سؤال رير ميديوم اور ويل دون، يا ترى بقى انت عايزه الستيك ده رير يعني غير كامل النطق، ولا ميديوم يعني متوسط، اور ويل دون ولا مطه جيدا. طبعا السيده قالت لها ميديوم بليز اند ا بيج دو بوتيتو، ميديوم بليز اند ا بيج دو بوتيتو. مره تانية رير ميديوم اور ويل دون، رير ميديوم اور ويل دون، ميديوم بليز اند ا بيج دو بوتيتو، اند ا بيج دو بوتيتو. طبعا الويترس هاو اباوت ا سالاد، طب ايه رايك في طبق السلطه؟ هاو اباوت ا سالاد، How about a salad؟ طبعا السيدة قالت لها sounds good، يبدو جيدا، يعني ايه؟ يعني انا عايزة How about a salad sounds good. بعد كده جه دور الرجل، What's today's special؟ يعني الرجل قال لها ما هو الطبق المميز عندكم النهاردة؟ يعني افضل حاجة عندكم النهاردة ايه؟ طبعا الويترس هترد عليه تقول له Spaghetti and meatballs، Spaghetti and meatballs. What's today's special؟ What's today's special? Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. طبعا الرجل رد قال لها Good. I am in the mood for spaghetti. I will have that. Good. I am in the mood for spaghetti. I will have that. طبعا قال لها good يعني حسنا. I am in the mood for spaghetti. يعني أنا عندي رغبة وعندي مزاج كده أكل مكرونة سباجيتي. I will have that. يعني أنا أنا سأتناول ذلك. طبعا الجرسون قالت له Here you are. يعني اتفضل. Here you are. يبقى لما حد ياخد مننا أو أنا أدي حاجة لشخص، حد طلب مني حاجة وعايز أديها له، بقول له إيه؟ Here you are. يعني اتفضل. طبعا الرجل هيشكرها thanks it looks delicious، thanks يعني شكرا، it looks delicious يبدو ان هو لذيذ. مع بعض المحادثه مره تانية وعايزاكم تحفظوها كويس، يا ريت كل جمله نرددها على الاقل 3 مرات، وانتوا بقى كده وشطارتكم. Hello are you ready to order؟ Hello are you ready to order؟ Hello, are you ready to order? I think so, I will have a stick. I think so, I will have a stick. I think so, I will have a stick. طبعا هتقول له ايه بقى الجرسونة؟ Rare, medium or well done. Rare, medium or well done.
rare, medium or well done. Medium please and a big potato. Medium please and a big potato. Medium please and a big potato. How about the salad? How about the salad? How about the salad? Sounds good. Sounds good. Sounds good. What's today's special? What's today's special? What's today's special? Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. Good. I am in the mood for spaghetti. I will have that. Good. I am in the mood for spaghetti. I will have that. Good. I am in the mood for spaghetti. I will have that. Here you are. Thanks. It looks delicious. Here you are. Thanks. It looks delicious. Here you are. Thanks. It looks delicious. طبعا ده الconversation اللي بين الويترس والمان الرجل. Waitress and man. تعالوا مع بعض نشوف ال language functions عندنا. Hello, are you ready to order? Hello, are you ready to order? طبعا عندنا hello, are you ready to order? عندنا كلمة to بيقولنا المصدر. Hello, are you ready to order? فعندنا are you ready to والمصدر. Are you ready to والمصدر. طبعا لو حد قال لي كده قول له I think so, I will واكتب الشيء اللي انا عايزاه. I think so. I think so يعني اعتقد كذلك. Rare, medium or well done. Rare, medium or well done. Rare يعني معناها درجات الطهي. يعني يا ترى انت عايزاه rare يعني غير ناضج. Medium يعني متوسط النضج. Well done يعني تام من النضج. Rare, medium or well done. Sounds good. Sounds good. Sounds يعني يبدو جيدا. Sounds good يبدو جيدا. طبعا هنا السيدة قالت له how about the salad. How about the salad يعني ما رأيك في السلطة. يبقى للاقتراح بنقول how about. ممكن يجي وراها الاسم salad أو الفرب فيه ing. مرة تانية how about بيجي وراها النون الاسم أو الفرب plus ing. ممكن نقول how about the salad أو how about having salad. How about the salad؟ أو ممكن أقول having salad. Having يعني تناول السلطة. طبعاً اتنين عندنا صح. How about a salad؟ يبقى ممكن أقول how about a salad؟ أو how about having salad؟ How about having salad؟ يعني إيه رأيك في إننا نتناول السلطة؟ يبقى عندنا how about ممكن يجي وراها النون الاسم أو الفرب plus ing. طبعاً ردة تلاقي sounds good. Sounds good يعني يبدو جيداً. What's today's special؟ ناخد بالنا من الجملة دي بيجي لنا دايما ترتيب. What's today's special؟ What's today's special؟ يعني لما نيجي نسأل عن الطبق المميز أو الخاص عندهم يعني أفضل الأطباق. What's today's special؟ What's today's special؟ Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. يعني طبعا ردت قالت لها عندنا أفضل الأطعمة أو أفضل الأطباق سباجيتي أند ميت بولز يعني سباجيتي وكرات اللحم. طبعا قالت إيه good I am in the mood for spaghetti. برضو بيجيلنا في الـ rearrange الجملة دي ناخد بالنا منها. I am in the mood for spaghetti. I am in the mood for spaghetti يعني أنا عندي مزاج كده آكل مكرونة. I will have that. I will have that. طبعا لما نيجي حد ناخد تقديم شيء لشخص او انا عايز اعطي شيء لشخص طلبه مني بقول له ايه here you are يعني اتفضل. Here you are. Here you are يعني لو مامتك طلبت منك تعمل لها حاجه او تجيب لها حاجه تجيب الشيء وتقول لها ايه here you are يعني اتفضلي. Here you are. طبعا لو حد كده قال لي اتفضل here you are اقول له ايه اخد الشيء واقول له thanks. Thanks يعني شكرا. Here you are. Thanks. Here you are. Thanks. بركنا عندنا exercise عن conversation. طبعا قلنا محادثة بتجيلنا. Hello, are you ready to order? I think so. I will have a steak and a baked potato. Baked. Who can spell baked? B A K E D.
a baked potato. Rare, medium or well done. عايزة well. W E double L. Medium please. How about a salad? How about A B O U T. How about a salad? Sounds good. Sounds. ها S وطبعا هتبقى capital لأن بداية الجملة sounds. S O U N D S. Sounds good. طبعا لنا رول بلاي يعني نمثلها كده مع أصحابنا. بعد كده عندنا اكسرسايز على ليسن 1. Listen and circle يعني نسمع ونعمل سيركل. How about a salad? Sounds good. طبعا احنا متعودين بنسمع سؤال وإجابة، ولكن في نمبر 1 و 2 بنركز على الإجابة وليس السؤال. أما بنمبر 3 و 4 برضو بنسمع سؤال وإجابة، ولكن بنركز على السؤال وليس الإجابة. يعني مثلا نمبر 1 هنا How about a salad؟ ردت قالت لها sounds good. يبقى عندنا إيه؟ عندنا نمبر 1 هتبقى letter A. يبقى نمبر 1 How about a salad؟ Sounds good. يبقى هنا letter A. نمبر 2 What's today's special؟ What's today's special؟ Spaghetti and meatballs. Spaghetti and meatballs. فين spaghetti and meatballs؟ ها letter A برضو. يبقى نعمل circle على letter A. Spaghetti and meatballs. Number 3 What's today's special؟ What's today's special؟ Spaghetti and meatballs. What's today's special؟ يبقى هنا سمعنا مين؟ What's today's special؟ What will the woman have؟ What will the woman have? She will have stick. She will have stick. يبقى هنا letter B. احنا قلنا woman وليس man. بقول what will the woman have? She will have stick. This question number one. نيجي عندنا question number two. Choose the correct answer from A, B, C or D. I in the mood for rice. كان اسمها ايه في الديالوج؟ I am in the mood for rice. I am. يبقى هنا I am. I am يعني انا عندي رغبة. I am in the mood for spaghetti or I'm in the mood for rice. I am in the space for meatballs for lunch. نفس الجملة بس بطريقة تانية. I am in the mood. I am in the mood for. يبقى عرفنا ان حفظ المحادثة بيساعدنا كتير. I am in the mood for lunch. We are going to eat dinner at ها هنتناول وجبة العشاء فين؟ ها at a restaurant. طبعا الريستورانت اللي هو المطعم، لكن طبعا سكول مدرسة، ثيتر مسرح، بنك اللي هو البنك. لا احنا هنتناول الوجبة at the restaurant. I am ready ها كان اسمها ايه؟ I am ready to order. I am ready to order. That meal is based very delicious. That meal looks very delicious. That meal يعني هذه الوجبة looks very delicious. Looks يعني يبدو عليها. Looks very delicious. At restaurants or at restaurants يعني في المطاعم. You can choose food from a. بنختار الطعام من ايه؟ من menu. Menu يعني قائمة طعام. At restaurants you can choose food from a menu. Are you ready to order؟ كان بتقول لها Are you ready to order? Sir, are you ready? Are you ready to order? Does she want does do أو does بتجيب معاها الفعل بدون إضافات. Does she want a baked potato? Does she want? بعد كده عندنا الباسج القطعة. Read the passage and answer the questions. Read the passage and answer the questions. وهنجيب على الأسئلة. Last week my friend and I walked to a restaurant. يعني الأسبوع الماضي أنا وصديقي ذهبنا المطعم أو مشينا رحنا للمطعم. walk يعني يمشي. The restaurant was clean. المطعم كان نظيف. And the food smelled good. And the food وكان الطعام smelled good رائحته طيبة. يبقى هنا كلمة smelled يعني رائحته. When we reached there لما وصلنا هناك the waiter came and asked what we wanted to eat. When we reached there لما وصلنا the waiter الجرسون came يعني جه and asked وسألنا what we wanted to eat يعني انتوا عايزين تتناولوا ايه and drink وتشربوا ايه. أحمد ordered fish and rice. أحمد ordered fish and rice. أحمد طلب سمك ورز. I ordered spaghetti and meatball.
I ordered spaghetti and meatballs. أنا طلبت سباجيتي مكرونة سباجيتي and meatballs. Then we asked the waiter to bring us orange juice. Then we asked the waiter. بعد كده طلبنا من الويتر الجرسون to bring us orange juice. إن هو يجي يحضر لنا عصير برتقال. We returned home at 5 o'clock. We returned home at 5 o'clock. يعني عدنا في الخامسة. نشوف الأسئلة عندنا. Number one. The restaurant was. المطعم كان dirty قذر busy زحمة clean نظيف small. طبعا هنا ايه بقولنا the restaurant was clean. يبقى هنا الإجابة clean. Number two. They went to the restaurant. راحوا المطعم on foot سيرا على الأقدام by car بالسيارة by train بالقطار by bus. هو بقول لنا كده في الباسج they walked walked يعني مشوا. They walked to the restaurant. Walk يعني يمشي يبقى معنى كده ان هم راحوا ايه on foot. يبقى walk بتساوي بالظبط on foot. Answer the following questions. When did they go to the restaurant? When يعني متى. متى ذهبوا للمطعم. نجيبها من القطعة. Last week أحمد my friend and I walked to a restaurant. يبقى الإجابة عندنا last week. يبقى ننزل هنا ونكتب last week. When did they go to the restaurant? أنا عايزة إجابة كاملة. هنشطب when ونشطب did ونقول إيه they. ها جوه تبقى إيه went لأن عندنا did في الماضي. يبقى they went to the restaurant last week. أو ممكن أقول last week they went to the restaurant. They went to the restaurant last week. What did they drink? هم شربوا ايه؟ نشوفها من القطعة. Drink يعني يشرب. نجيبها من القطعة. Orange juice. يبقى orange juice يعني عصير برتقال. يبقى طلبوا عصير برتقال. نقول ايه؟ برضو زي ما احنا قلنا قبل كده بنشطب what we did ونقول they drank. نجيب الفعل ماضي. بدل عندي did يبقى نجيب الفعل صيغته ماضي. يبقى they They drank orange juice. They drank orange juice. يعني شربوا عصير برتقال. بعد كده بقول لنا rearrange the following words. يعني رتب الحروف أو الكلمات التالية to make correct sentences عشان تكون جمل صح. مين يقول لي number one my brother ordered ولا my brother is ready to order. تبقى my brother is ready to order. مرة تانية. My brother is ready to order. What's ها واسمها ايه? What's today's special? مرة تانية. What's What's today's special? يعني ما هو الطبق المميز. طبعا دي جملتين عندنا ترتيب ناخد بالنا قايمين على الديالوج. عندنا question number 5. Write paragraph of 7 sentences about in the restaurant. يعني باراجراف عن المطعم. نقول ايه طبعا اي مكان قلنا I went. ابسط حاجة خالص I went. نسيب مسافة كلمة ونبدأ كتابة الباراجراف. I went to the restaurant. I went to the restaurant. I went to the restaurant. ها نقول ايه كمان I went there. I went to the restaurant. دي جملة الوحدة. I went there last night. يعني ليلة أمس. أو last week. كده جملتين. عايزين نقول كمان انا رحت مع عائلتي. اقول ايه I went there with my family. I went there with my family. انا رحت مع العائلة. I went there باي كار. رحنا بالسيارة. ها نقول مثلا تناولنا كذا. نقول ايه
I had rice and fish. يعني تناولت ايه؟ أرز وسمك. نقول مثلا my brother يعني أخويا. my brother had steak يعني تناول steak يعني لحم بقري. ممكن نقول drank وشربنا. we drank orange juice. شربنا عصير orange juice. عايزين نقول بقى واحنا كنا مبسوطين نقول ايه في النهاية؟ we were happy يعني كنا مبسوطين. يبقى مرة تانية الباراجراف بتاعنا. I went to the restaurant. I went there last week. أنا رحت المطعم. I went there last week. أنا رحت الأسبوع الماضي. I went there with my family. أنا رحت مع عائلتي. I went there by car. أنا رحت بالسيارة. I had rice and fish. أنا تناولت rice and fish يعني أرز وسمك. My brother had steak. وأخويا أكل لحم بقري. We drank orange juice. يعني شربنا عصير برتقال. We were happy. كنا مبسوطين. طبعا كلها جمل سهلة جدا وبسيطة ممكن نكتبها بكل سهولة. بعد كده عندنا the last question punctuation يعني علامات التركيب. وإحنا عارفين إن كل جملة بيبقى فيها حاجتين فقط مفروض ان احنا ندور عليهم ونعملهم. I will have a steak please. ها مين يقول لي كده الجملة؟ I طبعا جايبها لي capital. I will have a steak please. I will have a steak please. Number 2 عندنا good. طبعا good G capital لانها بداية الجملة. good علامة الاكسكلاميشن مارك. I am طبعا هنا number one. I will have a steak. عملنا ايه؟ طبعا هنا في ابوستروف يبقى نحط خط تحت الابوستروف ان انا عملت لها تعديل. يبقى هنا الابوستروف وفي النهاية حطينا فلو ستوب. في number two عندنا G capital وعندنا I am ال I capital. I am in the mood for spaghetti. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من unit 2 lesson 1 من كتاب المعاصر. وانتظرونا مع باقي اليونت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.